الإمارات. إلى هنا يصل النفط الفنزويلي متحديا العقوبات الأمريكية. تحقيق رويترز الذي أجري بمساعدة شركات تتعقب حركة الملاحة الدولية كشف عن 3 شركات إماراتية شحنت خلال النصف الثاني من العام الجاري ما نسبته 4% من صادرات النفط الفنزويلي إلى موانئ إماراتية، ومن ثم تدخلتها في الأسواق الدولية بقيمة تفوق 200 مليون دولار. وتعد شركة محيط ماريتايم واحدة من بين 3 كيانات مقرها الإمارات تقوم بإدارة هذه الناقلات، والتي استمرت بشحن الخام الفنزويلي في النصف الثاني من العام الجاري. وتقوم شركات إيسا شيبين وأيجا شارم إضافة إلى محيط بتنسيق مستندات الشحن الداخلي لصالح شركة النفط الفنزويلية التابعة للحكومة. ردا على تحقيق رويترز، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تتابع عن كثب عمليات التحايل التي تبتكرها شركات تهريب تعتقد أنها محمية. أما الحكومة الإماراتية فعلقت بأنها تجري تحقيقا كاملا في القضية. هي 6 أشهر من تهريب النفط الفنزويلي وبيعه في الأسواق الدولية عبر الإمارات. خلال هذه الأشهر حصل الرئيس الفنزويلي على سيولة تفك الحصار عنه، نظم انتخابات برلمانية فاز بها، انتخابات وصفها وزير الخارجية الأمريكي بالمهزلة. لكن بالنسبة لمادورو سيرحل بومبيو مع رئيسه ويبقى هو في الحكم. خسر ترامب معركته في تغيير النظام في كاراكاس، وبعض اللوم سيكون حتما على شركات تهريب النفط، هي من وفرت طوق نجاة للنظام الفنزويلي بحسب واشنطن.